احنا بالنسبه لموضوع طريق رخم، موضوع طريق رخم هو اهم منطقه اللي هي بتربط القرى اللي حوالينا كأمن طريق كنا احنا نحسبه. بس الوقت الحالي اللي احنا فيه احنا بنطالب الجيش الحر بتامين الطريق من زرع العبوات، لان العبوات اللي بيروح منها المدنيه اكثر شيء، يعني كل يومين ثلاثه عم بيروح مدنيه ما بيروح عسكريين. احنا نرجو من الجيش الحر يعزز النقاط ويامن لنا الطريق، يكشف لنا الطريق، يعني بحيث انه نقدر نطلع ونفوت. احنا بالنسبه للعبوات الناس دمرت البلاد ودمرت العباد، يعني انا بالنسبه لي ما يالي عم بطلع بالطرقات الفرعيه والطرقات الرئيسيه، هاي ما عم امشي بيها مشان عبوات الناس. عبوات هذول جماعه خفافيش الليل والعملاء عم يزرعون العبوات، وبتلاقي واحد ماشي بنص بهالطريق فجأة وانه فاجر. اخي الكريم، نحن الان على طريق الصوامع، الطريق الواصل بين المنطقة الشرقية والمدينة، وهذا يعد من أهم الطرقات لوصل بين المنطقة الشرقية ومنطقة المدينة. لأهمية هذا الطريق يقوم النظام باستهداف هذا الطريق بأكثر من ناحية، أما يقطع من طريق زرع العبوات أو يقوم بتمشيطه للمضادات الأرضية. فإحنا صفتنا جيش حر، بعد أن قام النظام بزرع أكثر من عبوة واستهداف أكثر من شخص على هذا المكان، قمنا بتأمين هذا الطريق بشتى الوسائل وبالإمكانيات المتاحة لدينا. تم تفكيك أكثر من عبوة على هذا الطريق، وتم استهداف الجيش كان مستهدف هذا الطريق بأكثر من عبوة لشخصيات ثورية وقادات عسكرية في هذا الطريق، فتم تأمين هذا الطريق الحمد لله. أخي، بالنسبة للطرقات عندنا حساسية كبيرة بالنسبة للعبوات، فقمنا بالتحضير بالنسبة للكمائن وللحواجز بعمل ليلي ونهاري متتالي بالتنسيق طبعا مع القرى المجاورة. حساسية المنطقة بالكرك بزرع العبوات بأنها قريبة من النظام على مسافة 4 كيلو أو 5 كيلو تقريبا. قام دار العدل من خلال مكتب التحقيقات بملاحقة المتسببين بالتفجيرات في ربوع حوران، ومن خلال التحقيقات تم كشف عدة خلايا. هذه الخلايا بعضها يتبع للقوات الأسدية وحزب الله، وبعضها يتبع لداعش. معظم التفجيرات كانت تكون بالمناطق اللي على تماس مع النظام، وبعضها كان يكون بالعمق. أغلب التفجيرات اللي بتكون كانت بمناطق تماس النظام هي كانت تتبع للنظام، والتفجيرات اللي كانت في العمق غالبا يكون خلف هاد يعني تنظيم داعش.